of Egyptians came down to the streets in nationwide protest. This uprising defies any definitions. People are gathering in the largest demonstrations against President Hosni Mubarak. قرار السيد الرئيس محمد حسني مبارك بالتخلي عن منصب رئيس الجمهورية. تتذكر قد ايه بالظبط؟ خليني احكي لك القصة ابتدت ازاي. ابتدت لما شوية شباب جدعان عشان يحاربوا الظلم والفساد والفقر. ميدان التحرير! انا قابلت مجدي عاشور في الميدان. مجد عاشور هو احد اعضاء الاخوان المسلمين. كنت في يوم من الايام اتوقع ان نقف في ميدان التحرير متضامنين كلنا مع بعض؟ كان بالنسبه لي هتبقى صعبه. لو اخر نقطه دم طلعت مننا قوات مسلحه مش هيطلع طلقه فيهم. والرجاء اللي معاه حاجه يلمها خامس دي اول حاجه تقول على الله. قول لي احنا هنعمل ايه دلوقتي عم مجدي؟ انا مش هفرح لما انت تاخد رصاصه في دماغك وتموت يعني. لان هي طبعا حكايتنا محدش بيحكيها غيرنا احنا. هيقول ليه ده في حرب في الميدان؟ دي مش ثوره. لا عاملين زي صفقة مع الجيش. هو السيد محمد مرسي رئيس العياط. عارف عمران دي؟ أنا بحبه لكن بكره جماعة الإخوان المسلمين. حق الإخوان يوقفوا مع المجلس العسكري، المجلس العسكري اللي قتل شعبه. خدوا الميدان واعملوا اللي أنتوا عايزينه والثورة جاية غصب عن أي حد. خلاص 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 خل